كنا اتفقنا مع بعض من شوية ان احنا الفايل اللي هنعمله ده فايل بتاع الجريدز اند ليفل، صح؟ وهبدأ ان انا بقى لما أبدأ المعماري هدخل الفايل ده عندي وكده، بس ان احنا نشوف بعض، تمام؟ فهسيف الفايل ده الاول، فهقول له من هنا فايل سيف، سيف الفايل ده في الوركينج بروجريس ريفيت، ده فايل جنرال برضو ممكن اسيبه بره هنا وخلاص. اوكي، على فكره مش محتاجين هنا اركتكتشر وستراكشر والهيصه دي، لانهم اصلا احنا عندنا فايل واحد ستراكشر وفايل واحد اركتكتشر، مش محتاجين نكبر الدنيا. هسيب الفايل، ها هسيبه ازاي؟ تسميه بقى ارجع للنيمينج كونفنشن، روح افتح النيمينج كونفنشن، تسميه بتاعت الفايلات بتاعتك هتبقى عامله ازاي. هناخد النيمينج كونفنشن دي مش عارف 2 1 3